مساء الخير عليكم مشاهدينا متابعينا ومحبين هذا البرنامج قانون اللعبة، اللي فعلا قاعد نسلط الضوء على كثير من القوانين الخاصة في الرياضات المختلفة، خاصة الألعاب يعني الجماعية اللي لها حضور جماهيري كبير، وربما تختلف بعض الأحيان على الكثير أو تغيب عن الكثير في قانون معين أو جزئيات بسيطة. يقول واحد شلون شلون شلون، هذا البرنامج هو حريص كل الحرص ان نسلط الضوء واكيد نبحث مع المختصين بقوانين الرياضه. رياضتنا اليوم هي كره السله، واستكمال الاجزاء من خلال السلسله اللي قدمناها لكم مع الكابتن عبد الله سبتي، اكيد راح نكمل المشوار ونسلط على الكثير من النقاط داخل الميدان. نطلع بالسيره الذاتيه لضيفنا ونعود. حياك الله كابتن عبد الله ويانا مرة أخرى في قانون اللعبة. الله يحييك ويسلمك. الجزء الأخير في الحلقة وقفنا عند عدد الحكام، وما شاء الله شرحت لي كل حكم وين يكون وشنو دوره. في الآونة الأخيرة في مختلف الرياضات قاعد نشوف تقنية الفيديو تكون حاضرة بقوة، سواء الألعاب الفردية أو حتى الجماعية. في كرة السلة موجود هذا اللي ما يسمى بالفار؟ اي نعم، طبعا الاتحاد الدولي راى ان حكايه سالفه اللي هي تقنيات الفيديو انها ممكن تساعد في تحكيم واداره المباريات. حلو. فعدلنا لنا القانون وانشا اللي هو الجهاز الايرلس. متى كان هذا؟ كان في تعديلات 2020. حلو، تو جديد. انه بالضبط انه على اساس ممكن استعانه الحكام في جهاز الايرلس لاي خلاف يعني داخل الملعب اثناء ادارتهم حق المباريات. حلو. خطا فني عادي، لقوا انه ممكن لا يتعدى، ممكن يوصل للانسبونت فاول اللي هو الخطا المتعمد. نعم. فهني يلجؤون للايرلس. يعني في على قولتهم نقاط معينه، في اكيد مخالفات معينه. بالضبط. إيه؟ بالضبط، يعني هي طبعا حالات. حلو. ومتى في 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 جزء منه يكون دار على طول المباراة. نعم. في جزء منه يكون اخر دقيقتين. اوكي. اي نعم. حلو. فمن ضمن الامور يعني نقول اختلفوا حكام في على ان الكره خرجت خارج الملعب. نعم. بس مو متاكدين من اللي مسها. صح. هذه يعني او نستقل او ان الحكام ياخذون بالحالات في اخر دقيقتين من المباراه. تمام. انا ممكن مباراه مصريه. أيوه. فانا على اساس ما اظلم. نعم. اتاكد من الايرلس اني اروح اشوف منو اللي تسبب في خروج المباراه. حلو. حاله تشاجر داخل الملعب. نعم. فاحنا صار حاله تشاجر. صح. ما انتبه. علشان الحكام يشوفون من اللي شارك بالمشاجره نلجا للايرلس. حلو. شوت التصويبه ميدانيه داخل الملعب، هل هي بثلاث نقاط هل هي بنقطتين؟ نعم. نلجا للايرلس. حلو. بعد ما يعني شافوا الاتحاد الدولي سالفه الايرلس والفعل اللي شو اسمه، فعطوا هذا طبعا تعديل 2022 للمدرب الفريق الحق انه يطرب. اللي هو التشالنج. حلو. التحدي له مرة واحدة أثناء المباراة. أثناء المباراة مو كل شوط. أثناء المباراة مرة واحدة. مرة واحدة شوية. على أساس إنه يعني مثل ما تقول إنه لا إنه حق إنه. إذا ما طلب التشالنج. خلاص. أدري الحكام من نفسهم ما يراجعون مرة. هذا إذا الحكام في خلاف بينهم. إيه؟ على قرار على شو اسمه، لا ممكن من غير لا شو اسمه. أما نفرض إن لاعب عنده تصويبة. وصوب ثلاث نقاط بس الحكم حسبوها بثنتين. حلو. على بونا اساس دايس الخط. صح. اني لا انادي الحكم واقول له انا ابي تحدي التشالنج. التشالنج في مبلغ يدفع ولا لا؟ لا لا لا، من غير حقه. لا، مره واحده. حلو. ويطلبه، وعند اول كره موقوفه يجتمع الكروشيفت او اللي هو الحكم الاول مع زملائه. ويطلعون الحكم الاول مع زميل يجي يتاكدون من الحاله اللي يحتاج عليها المدرب. في حكم خاص في الايرس؟
هذا شو اسمه احنا اللي يمكن الحلقه السابقه قلت تكلمنا على سالفه الحكم. في حكم يكون حق الايرلس لازم يكون حكم دولي واكتف. ميخائيل عبد الله استاذنك تفضل، ابيك تشرح بتفصيل ممل لكن بعد ما نطلع بهذا التقرير. نطلع بالتقرير قراندي. اصبحت الرياضه نشاطا ترفيهيا رئيسيا على مستوى العالم، وهذا ما ساهم ببروزها في وسائل الاعلام التي خصصت المزيد من التغطية بشكل كبير في رياضة كرة السلة، والتي أصبحت اللعبة الأولى في أمريكا وكندا. ويعود الفضل للدكتور جيمس على تأسيس هذه الرياضة الشيقة في عام 1891، وسرعان ما انتشرت اللعبة بسرعة كبيرة ونمت شعبيتها مع بداية القرن العشرين. رجعنا من بعد التقرير. الحكم الايرس هذا حسيت انه ترى وايد مهم، فابيك تعطي حقه ان شاء الله. طبعا الحكم الايرس مثل ما يعني ذكرنا انه يكون حكم دولي اكتف، يكون قاعد على جهاز الايرس تمام، على اساس انه يساعد اداريين المباراه او حكام المباراه في اي حاله اختلفوا فيها. له قرار انه هو ما له قرار. ما له قرار، انه هو بس يكون متواصل مع اللي نقول اللي المسؤول على الايرس ككاميرات كمخرج كش اسمه لاعاده اللقطه اللي يبونها الحكم. ممتاز. كم كاميرا يحتاج حكم الايرس او خلينا نقول لتغطيه هذا الحدث؟ هو 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 يعني ما حطوها او انه في عدد معين، بس انه على الاقل انه تكون من 6 إلى 8 كاميرات وتكون متابعة الأحداث المباراة بكل تفاصيلها. ممتاز. لأن الآيريس طبعا احنا هني يمكن احنا للحين ما وصلنا التقنية هذه، في كاس العالم تكون الشاشة مقسمة إلى 8 كاميرات وتشوف انت وتختار الكاميرا اللي انت تبيها علشان تحدد الخلاف اللي انت طالع علشان. في وقت معين حق الحكام انه يتخذون فيه قرار؟ ما في وقت معين، انا طالع اشوف حالة لازم اخذ وقتي وعلى اساس اعطي قراري على الحالة اللي على اساس اني ما اكون او اظلم فريق على فريق. ممتاز ممتاز ممتاز. يمكن انا بروح الى كثير من النقاط اثناء الميدان، طريقة احتساب النقاط في الحلقة القادمة راح أسأل في هذا الجانب. بس مر علي كذي قبل لا أختم الحلقة، إذا على خلافها إذا كان في الآيرس يدخل في الموضوع، اللاعب لمس الخط الخارجي يعني أو حدود الملعب رماها ودخلت الكرة، شنو تحسب؟ قدمه حاش الخط الخارجي او حدود؟ طبعا اللاعب واللي حايز على الكره اي لمسه للخط او للحد النهائي او الخارجي اللي هي محدود الملعب تعتبر اللعبه مخالف، ما تحسب اي ما تحتسب ولا نقطه. يعني احنا نقول ما يخالف على الايرس، يعني ممكن احنا في 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 حدث احنا اختلفنا فيه، نعم، نجتمع الثلاث حكام ونقرر انا لا ترى انا شفتها ومتاكد منها، ما نحتاج نروح للايرس. حلو. ممكن احنا نقرر من غير حاجتنا او لجوء للايرس الجهاز. تمام. نقطه وايد مهمه والله. يعني سبحان الله مرات انت تتابع تقول اللعبه عاديه قوانينها عاديه، لا خلوكم مكاني راح تطلع الاسئله وتعرفون. كل الشكر كابتن عبد الله. بس وين اتوقع الحلقه الجايه راح انشف ريجك بسالتي. الله يستر. انا حاضر. يقول ماي يستاهل ماي كابتن عبد الله. على العموم وصلنا للختام، نلقاكم في الحلقه القادمه وراح نتعرف اكثر شنو الفرق بين النقطه الواحده والنقطتين والثلاث نقاط، ومتى يصير في خطا فني ونقطتين، ومتى خطا فني وركله حره. عوار راس في الحلقه الجايه. فما لا.